بما أنه الـ 12 موجودين حنسأل عنا كل يوم نجم أو نجمة بيطلوا عليكم السؤال بألف ريال، يعني إذا جاوبتوا كلكم صح حيشير عنكم 2250 ريال بدون ما تعملوا ولا شيء. ماشي؟ طبعا نحن اليوم اللي حتطلع معنا نجمة عادة زملاء إعلاميين ما طلعوا معنا، لكن هي فوق أي كاتيجوري لأنه هي نجمة من نجمات مجموعة MBC، زميلتنا وحبيبتنا وصديقتنا ريا أبي راشد. مرحبا للجميع، رمضان مبارك عليكم وكل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة. وانت كمان عزيزي صديقي مصطفى، مشتقت لك كتير. رمضان مبارك عليك وعلى العائلة كلها. هيدا هو سؤالي. برنامجي سكوب وذ رايا بينعرض على MBC 1، MBC 2 أو MBC 3. ان شاء الله الكل يعرف الجواب وكلكم تفوزوا بالجوائز خلال شهر رمضان مع مصطفى آغا ومع MBC 1. من أطيب وأرقى وأنقى الناس اللي عرفتها بحياتي، بس إجت على دبي قعدت شهر وما شفتها، حق علي. طبعاً هي بتطلع على MBC 2، بس مشان جواب وين بين بتطلع سكوب ودرايا؟ على MBC 1 لا، على MBC 3 لا، تبع الأطفال، على MBC 2. يلا اشربي مي يا رهف. أيوة رهف، أنت عم تشربي مي أمام الملايين من البشر. رحت طيب، الجواب هو MBC 2. خلينا نسمع مع رايا. يلا Here we go. Listen to me when I say this will never go away. Listen to me when I say. تحياتنا لرايا ونشوف مين جاوب غلط مين جاوب صح. الكل أول مرة بيجاوبوا صح، كلكم صار عنكم 2250 ريال. هي عادية ولا عملت ولا شيء، يعني قربت ولا 700-800 دولار، شو بكم أحسن من هيك؟ ماشي، الأمور من أحلى ما يمكن. لؤي ابنك مو مبين على الشاشة، لؤي خلي أهله قريبين وشوفوا. يا لؤي قعدوا. أيوة قعدوا بالنص. أيوة ها. طيب عطوني لؤي، كيفك يا لؤي؟ تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ هذا ابنك الوحيد ولا عندك غيره؟ لا في أصغر منه نايم بس. ليه فايقوا يا زلمة، فايقوا يا زلمة. ها مش بكره شو رح نفطر؟ منسف ولا كان خالد نايم بعدين هلا صحي. يلا كويس، بكره شو رح تتغدوا؟ منسف ولا شو؟ اول يوم لا اليوم منسف، اليوم بفطر من منسف يعني مثل الختام. بكره شو يعني؟ لا بكره تريحه. مين اول ناس حتعايد عليهم؟ مين بكره؟ اهلك ولا اهلها؟ لا اهلي. اهلك؟ لا لا، وحماتك وحماتك وعمك وهذا. ماشي ماشي، مرتك باين عليها صابرة صابرة. ماشي الحال. يلا راح نروح للسؤال رقم 7. ماذا تعني عبارة خفيف الظل؟ مثلي يعني، ظريف جميل أم ذكي؟ أكيد أبعد ما أكون عن الذكاء والجمال، ظريف معقولة شوي.